الله وبركاته. معكم راكان بسيمان من قناة مقطع جديد مع الجميل حسام الجمر سليمان راكان سليمان. طبعا اليوم المقطع هو عبارة عن تحدي أصغر ملعب في العالم. تحدي راح يكون مباراة أنا ونواف زي ما تشوفون لابسين أصفر، والفريق الثاني حسام وسعود. اللي ينهزم بيصير عقاب، مثلا احنا فزنا راح نعطيهم احنا عقاب براس، اذا هم فازوا راح يعطونا عقاب، عاد ما ادري وش العقاب. زين كل واحد يعني هو بيختار على كيفه. ورا ما نعطيكم عقاب من الحين، لا لا خلها نسوي واضح انت فوز. لا لا احنا مشغولين بالفوز، نركز كيف نفوز الله وليس بالعقاب. العقاب بعدين لما ان شاء الله نخطط للفوز. طبعا نظام التحدي او نظام المباراة راح يكون مدتها 3 دقائق بس، 3 دقائق ونشوف من اللي يسجل اكثر هو الفائز. وإذا كان التعادل بيصير بلنتيات، بلنتيات عاد آخر شيء، يمكن يصير بالتعادل أو يمكن يفوز عاد. قبل ما نبدأ نسوي حركة ستاف وعطونا أحلى لايك، أوكي؟ لأن اللايكات هي تحفزنا، أوكي؟ يلا 3 2 1 حركة ستاف. يعطيكم العافية. 3 2 1 جو. I am the truth. Hey, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Hey, this is the proof. Hey, I work hard, pray hard, pay dues. Hey, I transform with pressure. I'm hands on with effort. I fell twice before. My bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the strongest survive. Another scar may bless you. Yeah,
كله شوطين اصفار ولا واحد سجل الحين بلنتيات وكل واحد يشوت شوطه واحده ومن بعيد ما في حارس عاد نشوف من يفوز واحدة واحدة الحين يلا واحدة واحدة مين بيشوت فيكم؟ حسام على بالي بس إذا جناح حسام جاهز لازم أكون أنا خلي كرة لأني بيحطها ورا مفيش راجل بقى راجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل هتعور نعورة لغا نبوز لك منظرة طيب ورا تصبح مرة ملكش موسط البشرية وقت سندال بغدارة وطبعا كده وصلنا لنهاية حلقة ان شاء الله عجبتكم الحلقة وطبعا نبارك الفايزين استحقونا والله طبعا اول شيء اشكر المدعاة لنا على الفوز والله ثم البطل ما كان فزنا هو اللي جاب الهدف بإذن الله مجهزين وطبعا زي ما شفتوا الحمد لله وصلنا 1,200,000 مشترك يعطيكم العافية والله العظيم وما قصرتوا والله على مجهودكم والدعم الكبير هذا بس إن شاء الله انتظرونا بالمقاطع الجاية راح نمتعكم وإن شاء الله تعجبكم وكلمة وش عقابكم الحين أنتم حسام حسام دقيقة ما العقاب لا دقيقة طبعا بما ان المباراه حماسيه ومباراه ممتعه قررنا انا وسعود ان نعفيهم عن العقاب يا اخي يا لف يا اخي اي لف حسام والله اي لف سعود الله لانه والله مباراه متعه صراحه يعني والله صراحة الحقيقه لو نرجع الواقع ما حد يعتبر مهزوم كلنا فايزين عشان كذا والله يستاهلوا صفق لهم صفق لهم نواف والله الضار والله الضار الله العظيم تستحق الفوز يا صفق لهم يا كلب صفق لهم ادعكم عليهم بالله عقاب وبس كذا وصلنا لنهايه الحلقه يعطيكم العافية على مشاهدتكم يلا نراكم حلقة قادمة مع السلامة